صنف حلو قوي ان شاء الله يعجبكم، وهو بيتزايا. هنعملها بالجلاش النهارده، وهيكون ان شاء الله حاجه مش هنقول ان هي مختلفه، بس هنقول ان هي حاجه تفتح النفس. طيب نفس النظام، مكونات عندنا، ما بجبرش حد ان هو يجيب حاجه مش موجوده عنده. اللي موجود عندك اعمليه، يعني الاساس بتاعنا طبعا لفه جلاش. طيب الحشوه يا نونا، احنا النهارده عاملين بيتزا. لما بنقول بيتزا يبقى معنى كده ان احنا هنفتح التلاجه، واللي موجود عندنا في التلاجه هنستخدمه حشوه. لحمه مفرومه شغال، شويه جبنه موتزاريلا شغال، شويه جبنه رومي ما شغال، حبه سوسيس شغال، حبه فراخ متعصجين شغال، حبه سجق شغال، حبه كبده شغال. اي حاجه موجوده عندك في التلاجه هتمشي مع الحشوه بتاعتنا النهارده، لفه الجلاش. وايا كان ربنا كرمنا النهارده بموتزاريلا وسوسيس والزيتون وبسطرمه، دول الحشوه بتاعتنا او الوش بتاع البيتزا بتاعنا. مستخدمه معاهم ايه كمان؟ حليب وبيض علشان اسقي بيه الجلاش وكله يبقى متماسك مع بعض. طيب وزيت وزبده طبعا علشان ندهن بيه التوريقات بتاعت الجلاش. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ لفه جلاش طازه، جبنه موتزاريلا، زيتون اسود شرايح، ثلاث بيضات، بسطرمه، سوسيس شرايح، كوبايه حليب، زيت سندباد وزبده. اسهل من كده مفيش. والاهم من ده كله طبعا اللي هنعمل فيه ده كله واللي يجمع لنا المكونات بتاعتنا، وهي الصينيه الحلوه دي. طيب هعمل كده بسم الله شويه زيت سندباد في ارضيه الصينيه، بالشكل ده. ممكن انا استخدم زيت بس مش لازم زبده علشان يبقى اخف كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط كده شوية زيت سندباد في بولة أو عندنا سلطانية صغيرة، ونبدأ إن احنا نشتغل بيه. قلنا الحشوة أيا كان اللي موجود عندك، أيا كان اللي موجود عندك. طيب بسم الله، نسمي كده دايما واحنا بنشتغل علشان ربنا يبارك في الحاجة اللي بنعملها، وفي نفس الوقت يسهل العمايل على إيدينا، ما يبقاش الحاجة واقفة كده في إيدينا واحنا بنشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، دهنا الصينيه بتاعتنا. نجيب الحشوه دي كده، ادي البيض والحليب، ونبدا نشوف هنعمل ايه. حلقه سهله وخفيفه علشان طبعا داخل مدارس، كل سنه وانتم طيبين. بنبقى محتاجين وصفات ان هي ما تاخدش مننا وقت. حبايبي ست، نعم حبايبنا اللي طبعا الموظفين بيبقوا جايين يعني هلكانين وعايزين ان هم حاجه سريعه علشان ما تاخدش معاهم وقت عشان المذاكره وعشان الولاد. فطبعا اسهل من الجلاش واسهل من الوصفات بتاعتنا النهارده دي مفيش. بصوا كده هعمل ايه، بنعمل الجلاش ورافعين الحروف بتاعتها، نعمل الحروف بتاعتها كده علشان هي اللي هتتلم، وبعد كده هنحط عليها من فوق حشوة بتاعت البيتزا بالظبط. طيب الحشوة بتاعت البيتزا دي معروف ان احنا بنجيب البيتزاية من بره، بيبقى الحشوة على الوش بس، او مش الحشوة اللي هي المكونات بتاعتنا دي بتبقى على الوش. لا احنا النهاردة مش عايزين كده، لان احنا النهاردة البيتزاية بتاعتنا مختلفة. هنحط نص الحشوة من فوق، وهيبقى محطوط معاها خليط الحليب والبيض والباقي من فوق الوش علشان يديني شكل البيتزاية اللي انا عايزاه بالظبط. طبعا انتوا لو عايزين تعملوا زبدة ماشي، بس الزيت احنا النهارده عاملينها مورقين بزيت سندباد علشان تبقى اخف. بص انا بدهن ازاي، دهنات بسيطه كده للحروف وللارضيه لحد ما بنخلص نص لفه الجلاش، وابدا احط الحشوه بتاعتنا. بص انا بحط ورقه بتدهن وورقه لا، ليه؟ عشان الورقه اللي ما بتدهنش بتشرب من اللي تحتيها. بدهن ورقه وورقه لا، علشان الورقه اللي ما بتدهنش بتشرب من اللي تحتيها على طول. ليه؟ هنكمل كده. كده وصلنا لنص لفه الجلاش، هعمل ايه؟ هروح جايبه بوله وحاطه فيها الحليب، وحاطه فيها البيض، وتنسوا رشه ملح وفلفل اسود، وتنسوا كمان ان رشه الملح تبقى بسيطه علشان تشيل زيتون بسطرمه، فده كله بيبقى حادق.
بالشكل ده كده. ايه فايدة الحليب وايه فايدة البيض اللي احنا حطيناه على نص الحشوة اللي هنعملها دي؟ علشان الحشوة من جوه تبقى متماسكة، ما تبقاش ان هي سايلة واجي اقطع قطعة البيتزاية بتاعتنا بتاعت الجلاش الاقيها بتفك مني. بالشكل كده حطيت الخليط اللي انا وريته لحضراتكم ده اللي هو الحليب والبيض، بعد ما حطيت لها رشه ملح ورشه فلفل اسود. رشه الملح تبقى هاديه خالص علشان عندنا الزيتون والبسطرمه حادقين فمش عايزينها تبقى حاده. وقلبتهم مع بعض، وبعد ما وصلت النص لفه الجلاش رحت مفضيه الخليط كله اللي كان في البوله، وبعد كده رحت ماسكه الجلاش برده رحت حطاه من فوق الوش وبين كل طبقتين بدهن دهنه زيت. وادي اللي احنا كنا مطلعينه بره اهو. نبدا ان احنا نلمه كده، دهنت هنا زيت، ابدا الم بقى كده واحده واحده علشان اقفل على كل اللي احنا عملناه. بصوا بالشكل ده كده اهو، التقفيله دي هتبقى شكلها كده يا نونا. لا طبعا مش هتبقى شكلها كده، لان هي هتدارى باللي احنا هنحطه فوق الوش. بصوا كده، بصوا بقى لما نيجي نحط اللي فوق الوش انا مش عايزاه يوصل لحروف الصينيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش عايزه الجبن والحشوه دي او الوش بتاع البيتزاية يوصل لحروف الصينيه، علشان لما اجي بعد ما تستوي واجي اطلعها من الصينيه تطلع لي بكل سهوله. ابص انا بدهن الحروف ازاي من هنا علشان اما اجي اطلعها تطلع لي بكل سهوله وتبقى ماسكه نفسها. لكن لو عملت الجبن على الحرف هتلزق لي في الصينيه، طبعا هتبقى سايحه وهلاقي مشكله في ان انا اطلع البيتزاية بتاعتنا من الصينيه. بالشكل ده كده اهو، واجي بقى هنا اكني بعمل وش بيتزاية عادي جدا. انا راح حاطه الاول جبنه موتزاريلا كده عشان تمسك لي الطبقات مع بعضها. بص ما بطلعش على الحروف علشان ما تلزقش في الصينيه. بالشكل ده كده، حبه زيتون كمان. سوسيس، عايزه بقى تحطي فلفل حامي، تحطي فلفل الوان، تحطي شرايح طماطم وبصل، بس شرايح الطماطم والبصل ما نحطهاش نيه، بنحطها يا دوب بس واخده ايه تشويحه وتشميعه كده على النار. مقادير بيتزا الجلاش هتنزل حالا اهي على الهواء، ونزلت علشان خاطر عيون ام مكه. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه معانا لفه جلاش طازه، ومعانا جبنه موتزاريلا، زيتون اسود شرايح، ثلاث بيضات وبسطرمه، ومعانا سوسيس شرايح، وكوبايه حليب، وزيت سندباد وزبده علشان ندهن بيهم الطبقات بتاعه الجلاش نفسها. وزي ما شفتي معانا كده يا ام مكه نزلنا لك المقادير، وادي البيتزاية بتاعتنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، خلوا بالكم ان في بيض وحليب، انا مش عايزه يكون شغال من فوق، يكون شغال من تحت بس. ليه؟ علشان انا لو شغلت من فوق الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا هتسيح وهياخد الوش الحلو الجميل بتاعها ده، واجي اطلعها واروح جايه مقطعاها الاقي الحليب والبيض اللي انا حطاهم في الوسط الاقيهم سيلوا معايا، وانا مش عايزه حاجه زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بص شكلها عامل ازاي في اللحظه دي. انا هشغل الشوايه علشان بقى اتحمر لي الوش. انا شايفه ان الجوانب، معنى ان الجوانب اتحمرت يبقى الجلاش بتاعي كده تمام وزي الفل. هحطها بقى تحت الشوايه علشان تديني الوش اللي انا عايزاه وتسيح لي الجبنه اكتر كمان.